أرملة وعندي جوج وليدات. كنت خدامة مع الصبليون، واحد السيد نصب عليا، هي إخوانية وتاهو تيقول إخواني، إلا ما بغيتيش رد ليا غفلوسي نسحب نمشي بحالي. صيفط ليا جوج دراري من الخدامة ديولو هرسوني من يدي، ما خليت فين جريت. عامين وانا كنت عدب على داك الدوسي. الا بغى شي واحد يشري مني المبيض ديال الوالده ديالي، ولادي الا تشردوا في الشارع غيتغتصبوا. انا الاسم ديالي سعاد، ارملة وعندي جوج وليدات. انا كنسكن هنا في طنجة، الاصل ديالي خنيفري، من خنيفرة الاصل ديالي، وجيت هنا لطنجة وانا صغيرة بزاف. ارملة وعندي جوج وليدات، كنت خدامة مع الصبليون، جهت قصر الصغير، خدمت معاه واحد المدة ديال 13 سنة فداك الشيء ديال بارطمات، وهذه خدمت معاهم، خدمت شيفوره، خدمت ميناج، خدمت مطبخ، خدمت في بزاف الحاجات. طرات لي واحد الصدمه، واحد السيد نصب عليا هو ومراته، هي اخواني وتا هو تيقول اخواني، نصبوا عليا الدوليه رزقي كامل تقريبا. شديت الحساب ديالي من ديك الخدمه، قلت نخرج نفتح واحد الحانوت ندير، مهم اللي ما عنده، اللي ما عندوش الحظ في الدنيا ما عندوش الحظ، الحمد لله ولله الحمد. مشيت شريت واحد الحانوت في بلاصه طورو، مستعده نمشيت نوريه لكم، شريته وصافي. مولاه تفاهمت معاه، هو فيه الكونسير، هو في القنيطره، قال لي شوفي انا غنطلع، اعطيني واحد المبلغ ديال العربون انا غنطلع، وما كرهتش يحس بالله تعطيني نص ديال الفلوس. قلت له ودي انا ما نقدرش، بقى عليا معايا جوج شهود. قالوا لي ماشي مشكل، اعطيه واحد جوج المليون لهذاك السيد واعطيه 5 شهور ديال الكرا. هذاك الشيء اللي عملت، مني عطيتهم ليه طلعت صلحت، قال لي هالساروت صلحت الحانوت وعدلته، بديت ندير فيه الرغايف والحرشه والملاوي مهم والحلوه واللي عطى الله، بديت نبيع ونشري فيه شويه. واحد اليوم يجي غدا يجي، اليوم يجي غدا يجي، دوزت شهرين وانا شهرين وانا خدامه في داك الحانوت. مني جا شافو قال لي لا ما نقدرش نكتب معاك الساروت. قلت لي علاش، انت في الاول راه انت حنا دايرين واحد المبلغ اللي تاخذي على الساروت. قال لي لا الحانوت زيان ولا تيطلع السلعه ولا قال لي تيطلع الربح، ما يمكنش ليا، خصك تزيدين 5 اخرين. قلت لي حرام عليك، دابا انا تصلحت الحانوت وعدلته وانت يا غتجي تقلع عليا هذا الحانوت، هذا ماشي راه حرام. قال لي المهم انا قلت لك وكلمتي هي اللي معروفه هنا، ولا ما بغيتيش تسولي عليا. قلت لي شنو غنسول عليك، انا مرا درويشه وارمله وعندي جوج وليدات، باغا نخدم عليهم في هاد كورونا، وكانت كورونا في اعز كورونا. المهم هدرت معاه ما بعد يومين، قلت لي لا انا ما نزيدك والو، الا ما بغيتيش رد ليا فلوسي نسحب نمشي بحالي. اقسم بلا اله الا الله الا قلت لي رد ليا غير فلوس، ما بغيت والو، انا ما قادر على عصا ولا تعدى عليا ولا حتى شي حاجه، رد ليا غير فلوسي ومعايا الشهود. كاينين الناس دابا، كاينين الرجال دابا، معايا الشهود. قلت لي رد ليا غير فلوسي نمشي بحالك، ماشي مشكل ما بغاش. قال لي ما غنرد لك حتى ريال، لا بغيتي تخوي من تما بوحدك، وانا اللي معمره الحانوت، انا اللي شاريه السلعه، وانا اللي شاريه كلشي، وانا اللي شريت الاجهزه، وانا اللي صلحت وكلشي. مني قال لي قلت لي شوف رديا فلوسي ونهز الاجهزه ديالي ونمشي بحالي. قال لي لا ما غنرد لك حتى حاجه، وغتخرجي تما بوحدك، والا ما خرجتيش من تما قال لي انا السلطه في يدي، ماشي سوق، قال لي انا السلطه في يدي. فعلا نهار الاخر صيفط لي جوج دراري من الخدامه ديالو هرسوني من يدي، راه باقا عندي الشكايه نوريها لكم، هرسوني من يدي. مشي طلعت للطبيب داك الصباح والناس كاينين وانا كنغوتهم، ما تيجرتلو فيا، مشيت عند البوليس
مشيت عند البوليس دفعت الشكاية ديالي مشيت قالوا لي خصك تطلعي عند الطبيب. مشيت لعند الطبيب جبرني شت هذيك ديال الطبيب هوت عنده داري الطبيب 22 يوم هوت عنده جريت تعيت ما خليت فين جريت ما شديتش حقي مازال دابا الدوسي تما عامين وانا كنت عذب على داك الدوسي ما شديت لا فلوسي ولا شديت السلعة ديالي كنا هجم على الحانوت وهرسو اخذ السلعة من الحانوت حتى حاجة قالوا لي جيبي الشهود عندي الشهود الناس اللي ساكنين حدايا كلشي شهدوا اللي هو عنده القهوة وعنده الفلوس انا ما عندي والو انا ارملة ما عندي والو واحد الوقت كنت نفكر نموت حسن ما نبقاش عايشة عييت تصدمت مرض ضربني المرض مرض صافي بقيت ما خليت مشيت قصدت الجمعيات ما خليت فين مشيت ما لقيت كل واحد تيقول لي ودي الله غالب ما عندي ما ندير لك وليت عند الصبلي واللي كانوا خدامين معايا عيطت لهم قلت لهم الله يرحم الوالدين انا كنموت هذوك مسيح ماشي مسلمين قلت لهم انا تنموت انا خصني ندير العمليه وكيفاش كيفاش قال لي شوفي ماشي مشكل انا نعاونك الصبليوني اللي خدامه عنده مسيحي ما تيصوم ما كيصلي ما حتى شي حاجه قال لي انا نعاونك عاوني درت العمليه هو اللي تيشري لي الدواء وهو اللي كان تيدير لي الشيميو وهو اللي كان تيشري لي الدواء والدابة هو اللي تيخرج الدواء من لاسورانس ديالو هو اللي لقيت شي حد يساعدني الله غالب تغلبت وعييت عييت بزاف انا في هاد الدار كاريه هادي سنين دابا راه كاريه هادي نقول لك 10 سنين ولا 11 سنه مو الدار ما لقيتش باش نخلصو الله غالب دابا هاد الشهور الاخرى ما لقيتش باش نخلصو ما عنديش باش نخلصو من حقه هو ما عندوش غير دار وحده ولا جوج ويني هذيك من حقه هادي دارو ما لقيتش باش نخلصو قلت لي صبر عليا شويه نقدر ندبر باش نخلصك صبر عليا شويه ما تنقدرش تنوقف بزاف صبر عليا شويه قالوا لي الناس عرفتي اش ديري ديري قناه ديال اليوتيوب احنا نعاونوك ديري قناه ديال اليوتيوب هي فاش درت هاد القناه ديالي شين اسماء هي فاش درتها انا ودارها لي غير واحد السيد مسكين هو اللي ساعدني بها قال لي انا ما نقدرش نساعدك ماديا ويني قال لي غندير لك قناه ديال اليوتيوب خدمي عليها مني بديت في الاول تنبكي وتن وهو اللي كان تيزيدني ليفي تنبكي وتن سميتو ولا واحد عتقني ولا واحد وصلت لي ديك القناه الساعه اللي وليت تنتعرى ولاو الناس يتابعوني في القناه يلا قول لي واش حنايا اش ندير ما عنديش شي حل اخر ما عنديش شي حل اخر ما قدرتش اقسم بالله ما عنديش شي حل لوكا كان عندي شي حل ما نقدرش ندير انا هادشي كامل ما عنديش شي حل اخر ولادي تيموتوا بالجوع ومقهوره وما عنديش اقسم بالله ما عندي لوكا كان عندي ما نديرش هادشي كامل ويني راه ما عنديش الله غالب ولادي يموتوا ويتشردوا في الشارع راه ما يمكنش نخلي ولادي يتشردوا في الشارع من مستحيل من مستحيل وانتم عارفين الشارع ما تيرحمش نهائيا درت هاد القناه مازال ما تندخل منها حتى شي حاجه مازال ما عندي فيها حتى شي حاجه ما عندي ما فيها زعما كان باش نقول انا راه فيها شي مدخول ولا لا مازال ما تندخل فيها والو الا قلبتي عندي دابا ودخلتي للدار ديالي اقسم بلا اله الا الله ما تلقى درهم وما تلقى لا فلوس ولا ماكله ولادي مساكن تيكملوا غادي يتلقطوا من هكا لهكا الله غالب ما عنديش دابا انا تنطالب حاجه وحده انا بغيت نبيع المبيض ديال الوالده ديالي الا كان شي واحد باغي يشريه للمراه ديالو انا كنبيع المبيض ديال الوالده ديالي الا كان باغي يشري شي واحد للمراه ديالو عاقره ما تتولدش انا بغيت نعيش غير ولادي الا كان يقدر يعطيني فيه واحد المبلغ اللي هو زوين نقدر نشري به شي سكينه لولادي ونعيشهم شي مشيري على قد حالي والله ما كرهت هادشي اللي بغيت باغا غير نعيش غير ولادي تيكبروا ما يتعذبوش باغاش ولادي يتشردوا للشارع اقسم بالله ما بغيت حاجه بغيت غير ولادي ما يتشردوش للشارع انا كنموت كل نهار تنقولي لا مت نقتل ولادي معايا ما عنديش مشكل ويني ما نخليش ولادي يتشردوا ولادي تيتشردوا وجالسين بالجوع ومقهورين لا سبطال لا ماكله لا حتى شي حاجه ولادي مقهورين بزاف ما كاينش اللي تيسول فيا اولا تيدق عليا اولا تيقول مال هاد المراه اولا شنو فيها هكا هادي الدنيا ما عندي ما نعمل الله غالب انا درت مجهودي وجريت تعيت ويني الله غالب
ما عندي ما ندير. الطريقه اللي لقيت وحده هي هذيك الطريقه ديال اليوتيوب، راني كنغامر فيها ويني مازال ما عنديش منها شي مدخول باش ندخل لولادي شي حاجه، ما عنديش منها شي مدخول نهائي، اقسم بالله مازال ما عنديش منها كاع المدخول، مازال ما عندي منها حتى شي ريال ما تندخلو منها. ويلا ما تيخسينيش دابا قلب اللي بغيتي، انا ولادي دابا اقسم بالله ما مغدين ما معشين، ولادي ما عندهمش ما ياكلوا، والطواليت مسدوده، الطواليت راه مسدوده، ولادي مساكن بغيت يتقمطوا. سد عليا الطواليت، الريحه اللي كتجيني من الطواليت ولدي تخلق، ما بقيتش قادره تنفس، ما صافي التنفس راه عرفتي في الليل من تنسدو الشراجم راه تقتل لك الريحه، والله ما تقدر تجلس في الريحه بهاد الدار، ما تقدرش تجلس بريحه الخنز. اللي غلق لي الطواليت من تحت مني عيط ليه، قلت لي شوف صبر عليا شويه الله يرحم لك، قال لي ما عندي ما نصبر عليك، يا تعطيني فلوسي يا تخرجي عليا. قفل لي السيفو ديال الطواليت من تحت، خلى دابا الفيضان ديال الحشاكم ديال البخرار وراه كيهبط عليا، راه انت شتي بعينيك الريحه كتقتل في ولادي وما عندي ما ندير. حتى مرض ولادي ما عندي باش نداويهم، اقسم بالله ما عندي باش نداويهم، لو مرضوا ولادي غيموتوا، ما عنديش باش نداويهم، الله غالب، نخلي ولادي يموتوا، تنقول اللهم يطرى لي انا اي حاجه مع ربي، ويني ولادي ما يموتوش، ولادي ما يموتوش ديال الجوع، ولادي كيموتوا نهار قبل نهار بعد نهار قبل تعيني، واني كنشوف فيهم وين الله غالب، ما عندي ما نعمل، ما عنديش شي حاجه نديرها لهم. انا اخر رساله اللي تنقولها لي تنقول لهم الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، انا كنترجاكم الا بغى شي واحد يشري مني المبيض ديال الوالده ديالي لمراته ولا يساعدني، بغيت نشري سكينه لولادي، بغيت نشري سكينه لولادي، وبغيت نعيش ولادي مستورين، هادشي اللي بغيت، ما بغيتش ولادي يتشردوا في الشارع، انا كنترجاكم ما بغيتش ولادي يتشردوا في الشارع، ولادي لا تشردوا في الشارع غيتغتصبوا غيتلوحوا بزاف د الحاجات، انا ما بغيتش الولاد ديالي يتشردوا في الشارع، ولادي مخنوقين بالريحه الخايبه بزاف، ما في هاد الدار مخنوقين بزاف، ومول الدار ما بغاش يصبر عليا والله غالب. هذه هي الرساله اللي اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.